من جديد خليف ميرزيق بالعيد حسب الأخبار بالعيد مطلوب في أندية من الدرجة الثانية في أنديتين فرنسية بالعيد إلى كرة طويلة يعتمد كثيرا المنتخب المحلي على هذه الكرات هاي لا داخل منطقة العمليات خروج محاولة من هناك يا سلام أول أهداف المباراة بن سايح من الوصول إلى الشباك في الدقيقة العاشرة خطأ من الدفاع بعد ذلك تمريرة ورا خروج غير موفق تماما للحارس بن حمودة يقدم هدية كرة صعبة كرة صعبة كرة صعبة للكونكو قوية جدا بولا جبتي من حسن حظ الدفاع والحارس قندوز بالعيد الكرات المنتخب الجزائري هي هذه بهذه الطريقة بامبو العيد بامبو العيد داخل منطقة العمليات سقوط هناك نعم هناك ركلة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة العمليات هايلا والثاني للمنتخب الجزائري المحلي بلال بن حمودة يرسم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الوسط كونغوليا محاولة للانطلاق بوكا يحاول يوسع كرة داخل منطقة العمليات صعبة ولكن جانبية كرة جانبية إلى ضربة مرمى للحارس هو التماس بالخيط داخل منطقة العمليات بالراس يا سلام بالراس في الشباك بن بوعلي لمصلحة المنتخب الجزائري انتظر بن بوعلي